أهلا بكم من جديد. كشفت البيانات الخاصة بالنشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي لشهر يوليو 2019 عن تحسن المؤشرات النقدية والمصرفية بشكل عام في المملكة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. ارتفعت السيولة النقدية بشكل ملحوظ في نهاية شهر يوليو 2019 إلى 13,363,000 دينار مقابل 12,314,000 دينار في نهاية يوليو 2018، حيث انخفض إجمالي الرصيد القائم لأدوات الدين العام في نهاية شهر يوليو 2019 إلى 11,293,000 دينار مقابل 11,500,000 دينار في نهاية شهر يوليو 2018. وتجاوزت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي إلى 200 مليار دينار في نهاية شهر يوليو 2019 مقابل 190 مليار و800 مليون دينار في نهاية شهر يوليو 2018، فيما صعدت القيمة الإجمالية للقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف قطاع التجزئة إلى 9,816,000 دينار في نهاية شهر يوليو من العام الجاري مقابل 9,203,000 دينار في نهاية شهر يوليو من العام المنصرم. وبالنسبة إلى عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع، فقد تجاوزت 224 مليون دينار في شهر يوليو من هذا العام مقابل أكثر من 185 مليون دينار في شهر يوليو العام الماضي، فيما سجلت عمليات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم عبر منصات نقاط البيع ارتفاعا إلى 224 مليون و600 ألف دينار في شهر يوليو 2019 مقابل 185 مليون و600 ألف دينار في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الودائع المحلية من غير المصارف بالعملات المحلية والأجنبية إلى 12 مليار و800 مليون دينار في نهاية شهر يوليو 2019 مقابل 11 مليارا و800 مليون دينار في نهاية شهر يوليو 2018. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية. فقد تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 0.15% وأقفل عند مستوى 1548 نقطة، وذلك عاد لتراجع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,610,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 443,000 دينار تم تنفيذها من خلال 64 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات البورصات الخليجية الباقية، فقد منيت غالبية البورصات بتراجعات متفاوتة في نهاية تعاملات اليوم. نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي تراجعت بنسبة 0.05% مقفلة عند مستوى 8050 نقطة بتأثير من انخفاض مؤشر قطاع المرافق العامة بشكل رئيسي. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت على تراجع بنسبة 0.53% عند أقفال عند مستوى 6512 نقطة، حيث شهد قطاع الطاقة انخفاضا في نهاية تداولات اليوم.
سوق أبوظبي للأوراق المالية أقفلت على تراجع بنسبة 0.17% مقفلة عند مستوى 5105 نقاط وسط تراجع مؤشر قطاعي الاستثمار وأيضا الخدمات المالية. أما بالنسبة إلى سوق دبي المالي فقد أقفلت على انخفاض بنسبة 0.67% بإقفال عند مستوى 2871 نقطة مع هبوط قطاع النقل بشكل رئيسي. أخيرا مع سوق العاصمة العمانية مسقط فقد تراجعت بنسبة 0.16% وأقفلت عند مستوى 3991 نقطة مع تراجع أغلب مؤشرات البورصة العمانية. كشف نائب الرئيس التنفيذي لوكالات الريس للسفر والبواخر في دبي محمد الريس عن ارتفاع حجم الشحن الجوي المباشر بين دبي وعاصمة رواندا كيجالي إلى 671 طنا في عام 2018 على متن الناقلة الرواندية، أي بنمو نسبته 97%، مما يعكس النمو الكبير والأفاق الواعدة للعلاقة التجارية البينية. وفي تصريحات خلال فعاليات البعثة التجارية التي نظمتها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أشار الرئيس إلى أن حجم البضائع التي شحنتها الخطوط الرواندية بين المدينتين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 610 أطنان، أي بنمو نسبته 72% عن العام السابق. ويفتح هذا التعاون أفضل السبل للمستثمر الإماراتي من أجل الاستفادة من الفرص الواعدة في رواندا. وإلى مصر، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن زيادة حجم صادرات مصر غير البترولية خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2% لتبلغ نحو ملياري دولار. وأشارت الهيئة في تقريرها الشهري إلى أن حجم صادرات مصر غير البترولية للسلع الصناعية خلال شهر يوليو الماضي بلغت 1.7 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية 325 مليون دولار خلال نفس الفترة. وأوضح الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر أن التدني الموسمي في أسعار الدواجن ومشتقاتها عقب عيد الأضحى وتراجع القوة الشرائية ودخول موسم المدارس دفعت إلى مطالبة الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن ومشتقاتها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. بوينغ تضاعف خسائرها بعد اكتشافها لأعطال في أبواب الشحن لأكبر طائراتها. قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو إن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف وسط أجواء هادئة رغم فرض تعريفات جمركية جديدة في الآونة الأخيرة، لكنه رفض الإدلاء بتوقعات حول نتيجة المفاوضات المقبلة. وأضاف كادلو لقناة CNBC أنه من المقرر عقد اجتماع بين المفوضين الصينيين والأمريكيين في مطلع أكتوبر الجاري أو القادم، وأضاف أنه لا يمكنه التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة مستخلصا الدروس من جولات المفاوضات السابقة التي فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق. يترقب المستثمرون الفصل التالي من بريكزيت وسط تساؤلات حول مصير بوريس جونسون الذي استخدم الجمود البرلماني للإطاحة بتريزا مي قبل أشهر قليلة، ولكنه اليوم أصبح ضحية الضغوط نفسها التي قضت عليها. وكانت استراتيجية جونسون لإنجاز البريكزيت نهاية أكتوبر مهما كان الثمن قد عادت بنتائج عكسية، وهو يواجه الآن خطورة تفكك حزبه وانهيار حكومته. وعلى الرغم من كل ذلك يقول جونسون إنه يفضل الموت في حفرة على تأجيل موعد الانفصال حسب عبارته. ويحذر المحللون من أن انتصار المحافظين في الانتخابات يزيد من خطر الخروج من دون اتفاق، وبالتالي قد يدفع الجنيه الاسترليني إلى ما دون 1.15 دولار.
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني درجة الدين السيادي لهونغ كونغ، فيما يشكل ضربة لسمعة المدينة كمركز مالي على وقع الاحتجاجات المستمرة والشكوك الناجمة عن تعزيز الصلات مع الصين. ووفقا لوكالة فرانسيس بريس، فقد شكلت التظاهرات التي يتخللها أعمال عنف أحيانا ضغوطا على اقتصاد المدينة الذي يواجه صعوبات أساسا بسبب الحرب التجارية الأمريكية الصينية. وأعلنت فيتش في بيانها أنها خفضت تصنيف المدينة كمصدر للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية من AA بلس إلى AA مع توقعات سلبية. وإلى الخبر الأخير، فقد أعلنت شركة بوينغ للطائرات الأمريكية أنها أوقفت اختبار أضخم طائراتها بعد تقارير تحدثت عن أعطال في باب الشحن. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن بوينغ علقت اختبارات تحميل الشحن في الطائرات 777X ذات البدن الواسع، ويضاعف هذا الأمر من متاعب الشركة الأمريكية التي تلقت صفعة قوية إثر مأساة الطائرتين الكينية والإندونيسية. وفي شهر يوليو الماضي أعلنت بوينغ عن أكبر خسارة لها في فصل واحد على الإطلاق، وصلت إلى نحو 3 مليارات دولار في أعقاب أزمة طائرة 737 ماكس.